قطاع الصحه راهم يعانيوا اولا من اوضاع مهنيه صعبه، راهم يعملوا في ظروف صعبه جدا، إليا تري غراند بينيبيليتي، وبالمقابل كذلك يوجدوا صعوبه باش يضمنوا العيش الكريم. ولهذا احنا طالبنا بتحسين الظروف المهنيه، الظروف الاجتماعيه والمعنويه لكل مستخدمي الصحه، وهذا برفع الاجور بصفه معتبره. Pour tous les professionnels de la santé, malheureusement, رانا نشوفوا تماطل ورانا نشوفوا تهميش هذه الفئه بي بي ام اللي في جل المؤسسات التكوين، جل المعاهد راهي تعاني، وجل المدراء والمدراء الصحه ما حبش يعطوا لهم هذه منحه الكوفيد. تعميم لا بريم كوفيد ويعطيوها لنا في وقتها. بون لا سيكيام سي بون سي ريلي، كاين مازالت لا سيزيام، وكاع العمال الصحه يستفادوا منها، ما كاش شريحه تستفاد وشريحه ما تستفادش.